مرق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج الفنان محمد الريفي في حالته السيرية للشارع العام يبكي ويطلب الصفح من والدته صارخا بأعلى صوته: أمي يا ربي. وقد تم توثيق فيديو للواقعة في حين حاول مواطنون تهدئته، وقد أثار الفيديو فور انتشاره حالة من التضامن والتعاطف مع الوضع الذي يمر منه الفنان الشاب. وتجدر الإشارة أن الفنان محمد الريفي استعطف والدته عبر شريط فيديو تقاسمه على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وقد تفاعل عدد كبير من متابعي حساب ريفي مع ندائه الذي وجهه لوالدته مطالبين الأم بالصفح عن ولدها. ويشار إلى أن المشكل العائلي للفنان محمد الريفي قد خرج للعلن عقب اتهام شقيقه التوأم لزوجته بالتسبب في تدهور حالته الصحية وبتشتت الأسرة، لتتوالى عقبها الاتهامات بين ريفي وعائلته، إذ سبق أن اتهم أشقاءه بمنعه من رؤية والدته، لتخرج الأخيرة عبر تصريح إعلامي وتكذب قوله وتعرب عن عدم صفحها عنه. يا ربي أمي 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 أمي. معافاك الوالدة، الله يرحمك الوالدين أمي. عافاك أمي أمي، والله يرحمك الوالدين أمي. وعافاك أمي، سمحي لي راه ولدك يموت. عافاك والله يرحم الوالدين أمي، فينك؟ عافاك، الله يرحم الوالدين أمي، الله يرحم الوالدين.